وخلال كلماته قدم الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية توفير البيئة اللازمة لتنفيذ سريع للمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة. أولاً، توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات وبرامج مؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة. ثانياً، صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات. ثالثاً، التركيز على مبدأ العدالة والإنصاف بحيث يراعي التحول المطلوب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والإفريقية. رابعاً، تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل التكيف مع الاعتراف بما تتحمله الدول الإفريقية من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. خامساً، تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول ولاحتواء أي آثار سلبية عابرة للحدود.